وللحديث عن واقع العراق خلال العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي واحترام حقوق الإنسان وفشل الحكومة بتحقيق الاستقرار في البلاد وفق التقرير السنوي لمنظمة Human Rights Watch، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. حياكم الله دكتورة فاطمة. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة فاطمة. عام سيء آخر يمر على العراق. السؤال، لماذا تتكرر ذات العبارات كل عام، لا سيما تلك التي تتعلق بواقع حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد؟ نعم، بالتأكيد سوف تتكرر هذه العبارة وتبقى تتكرر ما دام الوضع بقي على ما هو عليه. تتكرر هذه العبارة لأنه لا يوجد الحقيقة تغيير ملموس شهده حالة حقوق الإنسان في العراق. لا يوجد هناك حسم للكثير من القضايا، لا زالت السجون مكتظة، لا زال التعذيب، لا زال الانتهاكات ضد الصحفيين، لا زال قمع الحريات مستمر، المغيبون قسريا لا يعرف مصيرهم لحد الآن. يعني الكثير من العنف المستشري، العنف الأسري، العنف ضد النساء، العنف ضد الأطفال، انتشار السلاح، الفوضى، الميليشيات، انعدام الأمن، انعدام الأمان، الافتقار للخدمات الأساسية، انتشار البطالة، انتشار الفساد، عدم الاستقرار السياسي الذي هو أساس كل هذه المشاكل. لا زالت كل هذه الأوضاع على ما هي عليه، ولذلك سوف تبقى تتكرر هذه العبارة. طيب، لصالح من هو المستفيد من بقاء هذه الحالة الهشة من الفساد المستشري وضعف القضاء واستغلاله لهذا القضاء ضد الصحفيين أيضا؟ نعم، المستفيدون واضحون لجميع العالم وللشعب العراقي خاصة، هم الأحزاب السياسية المتسلطة على رؤوس العراقيين، الميليشيات التي تستخدم الإرهاب ضد الناس من أجل أن تبقى على وتسيطر على الحكم في العراق. المستفيدين هم الدول التي تستفيد من ضعف العراق، خاصة إيران التي لديها أطماع في المنطقة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أساس كل هذه المشاكل بعد أن جاءت بهؤلاء الذين جاءوا مع الدبابة الأمريكية ونصبتهم وشكلت هذه العملية السياسية البغيضة وهذا الدستور الذي لم يشهد أي دولة في العالم مثل هذا الدستور الذي قسم العراق ووصل بالعراق إلى هذا الوضع. هؤلاء هم المستفيدون، أما الشعب العراقي في الحقيقة هو الذي لم يستفد من كل هذه التي جاء بها الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 إلى حد الآن. نعم، حكومة السوداني دكتورة فاطمة يعني تحدثت عن دعم دولي لها، لماذا لا تستغل هذه الفرصة التي لربما تكون فرصة ذهبية بهذا الدعم الدولي؟ لماذا لا تستغل هذا الدعم بما يتعلق بحماية حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وتطوير الخدمات في العراق؟ لا يمكن لحكومة السوداني ومن سبقها كما يعني رأينا بأمعينا ولا القادمون بعد السوداني أن يحققوا أي تقدم أو أي ازدهار أو حتى مجرد الحصول على يعني أبسط أساليب وطرق العيش الكريم لأسباب عديدة. أولا، هؤلاء الذين يتسلطون على مفاصل الدولة في العراق هم ليسوا ناس وطنيون لديهم انتماءات وطنية يتمتعون بحس إنساني، بل هؤلاء مجرد أناس مستفيدون من هذه المناصب يستغلونها أبشع استغلال، إضافة أن هذه المناصب هم لا يستحقونها، بل هم جاءوا بسبب عملية سياسية فرضتها أمريكا على العراق، وهذه العملية السياسية فقط لصالح أمريكا ولصالح من يستفيدون من العملاء الذين ابتلي بهم الشعب العراقي. ولذلك حتى لو حاول الكاظمي عفوا السوداني، فإنه يعني إذا أراد أن يعزز حرية التعبير
وحرية الصحفيين وحرية الإبداع والإفصاح عن الرأي. فأول شيء الذي سوف يواجهه هو رفض الشعب العراقي له ولأتباعه ولبقية الأحزاب ولبقية الميليشيات. فكيف يمكن للسوداني أو غيره أن يعني يعزز حرية التعبير وحرية الصحفيين؟ على العكس، سوف يستمر القمع ويستمر يعني تشريع قوانين غامضة فقط، يعني الطريقة، لأن هذه الطريقة التي يستخدمونها لقمع الشعب العراقي وإسكات الشعب العراقي، إضافة إلى أساليب استخدام القوة وغيرها. وشهدنا هذه منذ مظاهرات تشرين 2019 لحد الآن، لا زالوا ضحايا هذه المظاهرات يعانون الأمرين لحد الآن، ولا زال الكثير هناك مما يعني تم من الأشخاص الذين تم كتم أصواتهم عن طريق التغييب القسري، عن طريق سجهم في السجون، عن طريق القتل المباشر والاغتيالات وغيرها وغيرها. فكيف يمكن لنا أن نتصور أن السودان سوف يكون وضع مختلف وسوف لا ينتهج نهج من غيره؟ الأوضاع لا زالت كما هي، لذلك فإن أي تساهل في قمع الشعب العراقي يعني أن ينطلق الشعب العراقي ضد هذه الحكومة، من سبقها والقادمون طيب، من أمثالهم. نعم. فيما يخص المجتمع الدولي، هل يمكن القول إن العراق ترك يواجه مصيره؟ يعني تخاذل هذا المجتمع الدولي إلى أي مدى لربما سهل على هذه الحكومات تمييع المسائل ويعني اضطهاد الشعب العراقي؟ إلى أي مدى يمكن القول إن المجتمع الدولي كان بالفعل متواطئا فيما يحدث بالعراق؟ هذه هي الكلمة الصحيحة، المجتمع الدولي متواطئ مع هذه الحكومات. هي نعرف جيدا أن هذه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والذين ادعوا أنهم جاءوا بالديمقراطية وقضوا على الدكتاتورية وغيرها من الشعارات الكاذبة، يعني والتي رأينا بأم عيننا نتائجها إلى حد الآن. هذا المجتمع الدولي لا يستطيع أن يقف بوجه رغبات أمريكا التي لديها مشروع في المنطقة، وهذا المشروع معروف منذ زمن طويل ولا زال مستمر لحد الآن، ويرتكز أساسا على أضعاف العراق وأضعاف دوره في المنطقة، لأن العراق يعني مرتكز مهم في الإقليم. ونرى كيف أن الصراعات انتشرت وكيف أن العنف انتشر بعد احتلال العراق منذ عام 2003. إذن هذه الحكومات وهذا المجتمع الذي يدعي الديمقراطية والذي نرى يدعي حقوق الإنسان، والتي نرى الآن أن هذه الحقوق تداس بأقدام الميليشيات وتداس بأقدام من يعني أصبحوا يعني لديهم كل الصلاحيات وارتكبوا الكثير من الجرائم بحق الشعب العراقي، ولا يوجد هناك من يحاسبهم. فكيف يمكن أن نتصور أن هذا المجتمع الدولي الذي يزور يعني رؤساء زعماء الميليشيات الميليشيات ويأخذ ويدعو هذه الحكومات التي ليست لديها أدنى مستوى من الشعور به والحس الإنساني، يدعوها إلى الاجتماعات ويدعوها إلى اللقاءات الدولية؟ هذا المجتمع بالتأكيد متواطئ ومساهم فيما وصل إليه العراق إلى حد الآن من حالة مزرية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها حرية التعبير طيب والصحافة. دكتورة فاطمة، برأيك يعني ما هو الحل للخروج من هذه الحلقة المفرغة؟ هناك في الحقيقة يعني بالنسبة لي طريقين. أولا هو الاستمرار بالمطالبة بتحسين حالة حقوق الإنسان عن طريق المنظمات الدولية واللجوء إلى توثيق ما يحدث من انتهاكات في العراق وإيصالها إلى المجتمع الدولي لتكون حجة عليهم إذا لم يتحركوا ويقفوا إلى جانب الشعب العراقي. إضافة إلى ذلك هو دور الشعب العراقي الذي هو الرقم الصعب الذي يستطيع أن يغير تغيير جذري ما يمر به الآن
وما سبقه من سنين الآن، يعني 20 عام، 20 عاما والحالة على ما هي عليه، لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. إذن بالتأكيد الحل بيد الشعب العراقي أولا وآخرا، وباستطاعته إزاحة كل هذه الوجوه النتنة التي أصبحت يعني تعيش في هذا الفساد وتشيع الفساد نعم، ولكن في الشعب نعم دكتورة العراقي. فاطمة، قد يقول قائل يعني رأينا كيف تعاملت الحكومة وأجهزتها الأمنية مع ثوار تشرين وما حصل بهم، فهل من سبيل لتكرار ما حدث؟ الحرية ثمنها غالي، لا يمكن أن نتصور أن هناك من يعطي للشعب العراقي حقوقه بدون ثمن. نضال الشعوب معروف، والتاريخ يعني يوثق هذا النضال، وكيف أن كثير من الشعوب ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الحصول والوصول إلى الحرية والوصول إلى الحقوق الأساسية على الأقل. فلذلك والشعب العراقي واحد من هذه الشعوب التي ناضل ولا زال يناضل. إذن فالنضال المستمر سوف بالتالي يصل الشعب العراقي إلى هدفه. شكرا. أما ما تقوم به الميليشيات وما تقوم به هذه الأحزاب والطريقة التي يعني تفشت فيها في بين الشعب العراقي، ليس لأن الشعب العراقي شكرا جزيلا. يعني رضي بهذا، بل لأن الشعب العراقي ضعيف، ولذلك هم يعني وصلت الفكرة، وعذرا للمقاطعة ولكن ضيق الوقت، كنت ضيفتنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.